الأسبوع ده هو أحد السامرية، وإنجيل السامرية بيورينا حقيقة هامة جدا عن شخص السيد المسيح له المجد، وهو أنه يبحث عن الإنسان في كل مكان، أينما كان الإنسان الله مستعد أنه هو يذهب إليه ويجيبه. هنا بنشوف اللقاء كان على البئر، ذهب ليفتقد المرأة السامرية على البئر. في الكنيسة المسيح بيتقابل مع الخطأ عشان يخلصهم، وممكن المسيح يتقابل مع الإنسان في بيت أحد الجيران زي ما تقابل مع المرأة الخاطئة في بيت سمعان الفريسي وقال لها مغفورة لك خطاياك. وممكن يتقابل مع الإنسان في محل العمل زي ما قابل متى العشار في مكان الجباية وقال له اتبعني، وقام وترك كل شيء وتبعه. وممكن يتقابل مع الإنسان حتى على الشجرة، زكى كان على الشجرة والمسيح دعاه وماشي في مجموعة كبيرة، يسيب الناس كلها ويبص فوق يهتم بزكى ويقول له اسرع وانزل، ينبغي اليوم أكون في بيتك. ولما دخل بيته قال له اليوم حدث خلاص لهذا البيت. ممكن يتقابل مع الإنسان على فراش المرض، ما يكون الإنسان مريض، ده كان الإنسان المخلع اللي قعد 38 سنة عند بركة حسدة، كل ما يجي ينزل يسبقه واحد، راح له المسيح هناك وشفاه. وممكن يتقابل مع الإنسان حتى وهو رايح في سكة الشر، لما شاول رايح يقتاد المؤمنين إلى المحاكمة والحبس وإلى آخره، على أبواب دمشق ظهر له وناداه قال له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ يقول له من أنت يا رب عشان أضطهدك؟ قال له أنا يسوع المسيح اللي أنت بتقتل في أولاده. وممكن يتقابل مع إنسان حتى في مكان الخطية، لما القديس يوحنا القصير راح يجيب القديسة بائسة في بيت الخطية، وبعدين أمام صلوات القديسين وبكائه من أجلها قامت وإيه ورجعت وتابت وتغيرت. ممكن يقابل الإنسان حتى على الباب، يقول كده أنا واقف على الباب وإيه وأقرع، إن فتح لي أحد أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. الخلاصة إن السيد المسيح بيسعى وراء الإنسان في كل مكان في كل زمان، وبيمد إيده عشان يمسك فيه ويقوده إلى المراعي الخضرة وإلى مياه الراحة.